استمتعت جدا بالكلام معاكي، استمتعت جدا في كل المواضيع اللي فتحناها. اتمنى ان احنا نتقابل تاني بقى ونتكلم عن كتاب كتاب بكل اللي يخصه، اذا كان عن الستات والرجاله، اذا كان عن المشاكل النفسيه اللي ممكن نكون بنمر بيها، اذا كان عن ولادنا والمراهقين اللي موجودين في حياتنا، وازاي نتعامل مع الاشخاص والنفوس اللي حوالينا بشكل عام. يشرفني. انا بشكرك، ميرسي. بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اللي كانت منورانا فيها الدكتورة أسماء علاء الدين. اتكلمنا عن تفاصيل كتير ليها علاقة بالأدب النفسي أو بالكتب النفسية أو بالمواضيع النفسية اللي بتطرح من خلال الكتب. كان معاكم رانيا السيد، بشكركم.